مهندس لو تفسخون غدار مهندس من الصبح. خذوا الغد شوي بس شباب ايوه عشان طيب اخواني ان شاء الله نصطف صلاة الجنازة ما فيها ركوع فلذلك ممكن الصفوف تتقارب بس لو سمحتوا ارجعوا للخلف شوي ارجعوا للخلف شكلوا الصفوف الله يجزيكم خير اخواني بعد الصلاة عندنا يعني 5 إلى 10 دقائق تجهيز السيارات يعني تزيين السيارات بالأعلام الفلسطينية وبصور الشهيد وبعد ذلك ان شاء الله خط السير سيكون من هنا من المسجد إلى النفق بعد النفق في شارع تودور ألكسندروف حتى نصل إلى دندوكوف ومن سير في دندوكوف حتى نصل إلى فاسيليفسكي وبعد ذلك من بامتنيكليفسكي بشارع مدريد نتابع حتى نصل بوتر جراسكوش سير في عندنا نقطتين تجمع للسيارات احنا راح نمشي إن شاء الله ببطء شوي النقطة الأولى على شارع بوتف جراسكوشو سير والنقطة الثانية بعد ما نلف على اليسار باتجاه المقبرة بوتانيت راح يكون هناك نقطة التجمع الثانية حتى نتمكن أنه نمشي مع بعض بارك الله فيكم إخواني تذكير بصلاة الجنازة صلاة الجنازة 4 تكبيرات بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت بما ورد حسب السنة إن شاء الله وما تيسر يعني اللي مش حافظ الدعاء ما تيسر من الدعاء دعاء طويل يكون للميت وبعد التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا دعاء قصير اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله ونسلم تسليمة واحدة على اليمين إن شاء الله استقيموا للصلاة ثابنا فيكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أخواني تفضلوا الحمد لله الدعاء بالسر بيكون الدعاء الجماعي بعد الدفن السنة الدعاء يكون فردي الآن وبعد الدفن بارك الله فيك جزاك الله خير